أهلا بضيفنا الغالي، حللت أهلا ونزلت سهلا. ستفيد حلقاتنا من علومك أيها الفقيه. سمعت أنك تنوي جمع تراث الليث بن سعد رحمه الله، أنا في هذا خادمك ومعينك إن شاء الله يا إمام. كيف تصمد هذه المخطوطات أمام الزمن؟ الكثير من أوراق البردي صمدت منذ اليسريين القدماء وحتى اليوم. إن الإمام الليث حدثنا بجواز الانتفاع بالجلود بعد أن تدبق فتتطهر. لابد وأنه يمر على الأحواف في الطريق إلى تنيس، لكنه سيف أمير المؤمنين. اتق الله في الناس يغفر لك الذي لا يعبد سواه. إن صيدك الثمين قد وقع. علينا أن ندون العلم بحرص حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور. أنا بحترمها وعارف قدرها كويس. عاوزة تتجوزي مين؟ عمري ما ياكل لقمته بمجهوده وتعبه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بأبي أنت وأمي أبا عبد الله. أريد أن أرى أبي وقتا أكثر. لا أحب أن ألام في طلب العلم. سألني انكسر أنف. أنصحك أيها الفقيه بأن تعيد قراءة الموطأ. تعمدني بنصحك في الفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. جئت إلى مصر واستقبلني أهلها بكرم فياض. اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أمة الإسلام في رباط إلى يوم الدين. رسالة الإمام يوميا 12 منتصف الليل في رمضان على قناة مصر الأولى.